أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأشكره، وأستعين به وأستغفره. أحمده جل في علاه على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأحمده جل في علاه على منة الإيمان وكفى بها منة، وأحمده سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد وعلى نعمة القرآن والسنة، ونحمده جل في علاه أن جعلنا من أهل السنة والجماعة. له الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. مع هذا الشهر الطيب الكريم المبارك العظيم، تكون هذه الدروس في العقيدة، في الإيمان، في التوحيد بإذن الله عز وجل. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لكننا نقول العقيدة وأهمية العقيدة. نعم، تعالوا بنا ننظر في الإسلام كيف هو.
نجد الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة منه بمثابة الأساس، والشريعة بناؤه، والأخلاق ثمرته. العقيدة هذا اسمها العلم الذي تعارف عليه الناس، وإلا فأصل هذه التسمية الإيمان. يعني العقيدة بلغة القرآن تسمى الإيمان، في مثل قول ربنا الرحمن: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان الذي هو أصل هذا الدين والذي هو معتقده. ونحن الأزهريين نسميها بعلم التوحيد، وهي كذلك، لأن التوحيد أهم معالمها. لكن تصح هذه التسمية بما يقال عنه ذكر الجزء ويراد به الكل. إذا ما أريد بيان أهمية هذا الجزء، فأهم معلم في العقيدة هو التوحيد، وأساسها الإيمان. ويسميها العلماء بأصول الدين، لأن الدين ينبني على نوعين وينقسم إلى قسمين: أصول وفروع. الأصول ما يرتبط بالعقائد، والفروع ما يرتبط بالشرائع، فنقول هذه أصول الدين، وتسمى بالفقه الأكبر كما سماها الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان حين جعل كل كلامه في الفقه من باب الفقه الأصغر، وأما العقيدة فسماها بالفقه الأكبر. وعلماء السنة كانوا يطلقون عليها لفظ السنة، فيقول: والسنة التي أدين الله عز وجل بها هي أن الله واحد لا شريك له، ويشرع في بيان عقيدته. إذن هي الإيمان، وهي التوحيد، وهي أصول الدين، وهي الفقه الأكبر، وهي السنة، وهي العقيدة. لماذا العقيدة أشهر الأسماء؟ لأنك لو قلت التوحيد فقط فالتوحيد جزء من العقيدة، ولو قلت الإيمان فالإيمان له ما يضاده وما يناقضه من حديث عن الكفر والشرك والنفاق والردة. فلو أسميناها بالإيمان فأين يكون الكلام عن الكفر والشرك والنفاق والردة وما إلى ذلك؟ لا بد له إذن من مصطلح يتسع لكل هذه المعاني. فكان مصطلح العقيدة المأخوذة من العقدة، والعقدة هي الرباط الوثيق الذي قلما ينفك بسهولة. وكذا معتقد الإنسان، يموت دونه الإنسان ولا يتنازل عن عقيدته ولا يتخلى عنها. لذلك هي عقيدة من العقدة. وقيل من العقد الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد رباط وثيق أيضا. والعقد جعل شريعة المتعاقدين، فهي من العقد أو من العقدة. لكن كيف هي في الاصطلاح؟ العقيدة مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. فالعقيدة محلها القلب، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، وهي أمور بدهية فطرية مسلم بها يتفق عليها العقلاء ومغروسة في الفطر. إذن هي مجموعة من قضايا الحق البدهية
المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. العقيدة في الإسلام مختصرة فيما اختصره النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. مظهر هذه الركائز الإيمانية في كلمة التوحيد، الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أهم محتويات العقيدة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها فرضا عينيا لا كفائيا، بمعنى أنه يفرض عليه بعينه أن يتعلم هذا. أما ما زاد على ذلك يمكن أن يكون من جنس فرض الكفاية. فالعقيدة باب واسع. من بعد الكلام عن الإيمان يأتي الكلام عن نواقض الإيمان ومسائل أخرى مرتبطة بالعقيدة ينبغي أن يتعلمها، لكنها ليست كأهمية ركائز الإيمان ومعرفة كلمة التوحيد في حياتنا، وهذا الذي نريد أن نركز عليه لنتعلم سوياً بإذن الله تعالى فرض العين الذي ينبغي أن نتعلمه. أهمية العقيدة في حياتنا، نحن بغير العقيدة لا شيء، الأمة بغير العقيدة جسد بلا روح، وبدن بلا رأس، وبيت بلا أساس، وشجرة بلا جذور. نعم، هذه الأمة بعقيدتها، وعقيدة الإسلام أوجدت أمة تحولت من رعاة غنم إلى قادة أمم، ومن عباد حجر إلى سادة البشر، ومن قوم يخافون أن يتخطفهم الناس إلى قوم فتحوا بلاد الفرس والروم ونشروا الدين في ربوع الأرض، وهدى الله على أيديهم العباد وفتح لهم البلاد بهذه العقيدة الحقة، بالتوحيد الخالص، عقيدة القرآن والسنة، بعيداً عن الفلسفة، بعيداً عن السفسطة، بعيداً عن الجدال، بعيداً عن علم الكلام. إنها عقيدة القرآن والسنة التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، حتى قيل إن الله عز وجل ربى محمداً، وربى محمداً ليربي به أصحابه، وربى أصحابه ليربي بهم العرب، وربى العرب ليربي بهم العالمين. فأين موقع العرب الآن من العالمين؟ ما سر تأخرهم؟ ما سر تخلفهم؟ أمة ضاعت عقيدتها، فقدت هويتها. لذلك أعداؤنا حين انتصرنا عليهم كثيراً كثيراً بفضل الله، كانت الانتصارات وكانت الفتوحات، فأصبحت هذه الانتصارات بمثابة ثأر بيننا وبين أعدائنا. كلما أرادوا أن يثأروا لأنفسهم بمعركة جديدة انتصرنا عليهم. محاولة ثانية، ثالثة، عاشرة، النصر للإسلام والمسلمين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فبدأوا يفكرون: ما السر في أن المسلمين ينتصرون علينا ونحن نتفوق عليهم عدداً وعدةً واستعداداً؟ لماذا؟ مع البحث والنظر وجدوا أن قوة المسلمين تكمن في عقيدتهم. نعم، صاحب العقيدة تتزلزل الأرض تحت قدميه ولا يتزلزل، وتزول الجبال من حوله ولا يزول. صاحب العقيدة يستطيع أن يجاهد في سبيل الله، يستطيع أن يحرص على الموت كما يحرص غيره على الحياة. فأدرك أعداؤنا
أن سر قوتنا يكمن في عقيدتنا، فراحوا على مدى الدهور والعصور يحرفون هذه العقيدة ويغيرون معالمها، وتخرج العقيدة عن بساطتها وعن المعنى الذي تربى عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على يد رسولهم صلى الله عليه وسلم إلى معاني أخرى ارتبطت بعلم الكلام والجدال والقيل والقال، حتى صارت العقيدة شيئاً وما ندرسه ونعيشه شيئاً آخر. وبذا استطاع أعداء الإسلام أن يهدموا العقيدة وهم يتوارون لا يظهرون في الصورة، لأنهم علموا أنه لا يهز الشجرة مثل فرع من فروعها، فكانوا ينظرون إلى أناس ضعاف الإيمان تنال منهم الشهوات وتنال منهم الشبهات، فيقدمونهم بصورة أفكار ومسائل، فوجدت الجبرية ووجدت القدرية ووجدت المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة، وتوالت الفرق كلها تهدم في العقيدة. هدموا العقيدة ركناً ركناً وركيزة ركيزة. إن كانت ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فقد بدأوا بحرب القدر، فوجدت القدرية أول من وجد من الفرق لتقول لا قدر والأمر أنف، ورد فعل عنيف للقدرية الجبرية تقول الإنسان مسير والإنسان مجبر، هدمت عقيدة القضاء والقدر. ثم نزلوا إلى عقيدة الإيمان باليوم الآخر فشككوا فيه، هل هو بالروح فقط أم بالروح والبدن؟ ثم تأولوا الميزان وتأولوا الصراط وأنكروا الشفاعة وشككوا في بقاء الجنة والنار إلى غير ذلك، وشككوا في قضية الإيمان بالرسل، وشككوا في عصمة الرسل وفي عصمة الملائكة والكتب، تناولوا الكلام عن القرآن على أنه مخلوق وعلى أنه ليس قديما أو على أنه كلام الله النفسي إلى غير ذلك، حتى هدموا هذا الكيان وهذا الركن، فهدمت الأركان إلى أن وصلوا إلى الركن الأول الذي هو الإيمان بالله والذي عنوانه لا إله إلا الله، فتحول هذا الإيمان إلى صور شركية وإلى اتحاد وحلول ووحدة وجود وإلى شركيات وقعت في الأمة كثيرة جدا كثيرة جدا، كل هذا في ظل هدم العقيدة. أعداء الإسلام يلقون بالشبهة والمسلمون يتلقفونها، فهدمت عقيدتنا وضاعت أمتنا بضياع عقيدتها. فلنعد إلى العقيدة الحقة وإلى التوحيد الخالص حتى نعود إلى سالف مجدنا وعزنا. إن العقيدة من الأهمية بمكان، ومع ذلك فهي مهملة في الدروس في المساجد في الجامعات في المعاهد في كل مكان، قلما نجد هذه العقيدة. إذن نحن بحاجة لأن نتعلم عقيدتنا، وسنأخذ طرفاً من ذلك إن شاء الله تعالى مع أيام هذا الشهر الكريم الفضيل. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم نفحات هذه الأيام يغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.